والعفو. طلع لنا الحوت في راسنا. الله يا اخي يوميا الحوت 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 الحوت. فطروا به تغداو به تعشاو به مقلي مشوي مطوي معيق بزاف سيتخوم. نوضتوا لنا لو بواسون في راسنا صح. عجباتكم هذه فرحت وراه اذا تبقاو تهضروا من دابا الفوق ما تبقاش ديك اللعيبه بطاطا 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 حيت صافي سي فينيم. حوتنا ما باقيش يدي غيرنا. واجي تفرج ديك الساعه غنتبرعوا بالحوت غنتبرعوا ما كاين الدولفين غتجبروه ب 7 دراهم الكيلو. غتبقى تفيق في الصباح تسمع اكرو في طرويه لانغوست 10 دراهم حوت. الحوت عرخص الحوت الغالي كاع حوريه البحر 50 درهم. الحق كتاكل الحوت ماشي وتبر راسي ساري حوريه البحر وما تجي بها الدار فرحان. هذا كتنقز عليه مراته اوعدي انا جايب عليا الضره. المراه مع الشيطان هذه راه غير حوريه البحر كيفاش بغيتي نفهم. هضر مع المراه اش عندك ساكته بوينا ستار ديس ياك ما جيناك شي ساعه ماشي هي هذيك تجيك الموت ان شاء الله. صافي هذا ما نسوى عندك اليوم تقول لي تجيب لي حوريه البحر غدا ولا بعدو يجيب لي فوزيه من الزنقه. نرجعوا للحوت كانوا مزرفيننا صاحبي هما كيضربوا في حوريه البحر وحنا مخلينا الشران المعطي البحر شوقي على اسم عباد الله الشران. كان كيجيبوا الوالد من الدار كيقول لنا هاكو كلوا الشران. تسمع شبعان مازوط الباطوات ملي كيبدا واقلي واحد تقول مديماري عندنا طاكسي في الصالون. هاد قوة الحوت يبقى موجود يبان لك شمكار هايز اخطبوط وكيبازي به وحصلوا به حصلوا به ما كيضربوش بالصمته العاديه كيضربوا بالصمته البحر ساتما طراق طن. خديجه قلي معاك هادي كطلع لديده كطلع لديده الصمته البحر بالمذاق الطهار ماكله وعصا. وبقوه الحوت ما يبقاش يضاير في اوروبا القطوط ديالهم كاملين يحرقون عندنا ابغيو زعما يتزوجوا بالقطوط ديالنا وعملوا تجمع العائلي يولدوا يديو جنسيه الرحله يديو ديك جنسيه ما كاينش القط اللي حصل براني نديوه السنتر ويضرب حمص. وكاين شي قطوط طولانطيين زعما غيبغيو يعملوا مارياج بلون مع القطاس ديالنا. اجي تفرج ديك الساعه بيان بيان غوغاردي مون بوت القطاس ديالنا غيدفعوا كبير وتبان لك قطه ديالنا واقفه مع قط اجنبي. شو انا قطه محترمه واليفه ماشي باء او لتاء اليفه ومربيه في الدار ما عنديش مع ديك بيات تحت الطوموبيلات وتسركيل بالليل على الطروات. والدهاز ديالي الدهاز ديالي غالي الدهاز الا ما كانوش جوج بيتزات بيشور وجوج بسطيلات بيشور وجوج حوتات بيشور والذبح لي قرش وضروري ومؤكد وغير محدد جيب لي المغني الشهير والقدير سعيد ود الحوات. المهم راه يمكن يقدر يكون ما عجبكم شي سكيتش ديالي حق راه الحوت كيبغي شويه الحامض.